ولكن كان في امبارح مشهد مؤسف الحقيقه متعلق بحسين الشحات نجم النادي الاهلي. طبعا شفنا اعتدائه على لاعب بيراميدز الشيبي. عايز اعرف من حضرتك القصه دي ممكن تودي حسين فين؟ احنا عرفنا ان طبعا تم توقيع غرامه ماليه كبيره من جانب سيد عبد الحفيظ على حسين الشحات، ولكن المنظومه الكرويه يعني ازاي ممكن تعاقب حسين الشحات ان كان هناك عقاب؟ وبيقولوا يعني اللي انا قريته امبارح ان لازم لاعب بيراميدز يشتكي رسمي ولو ان الواقعه مصوره صوت وصوره. واللي اعرفه انه هاني سعيد المدير الرياضي للبيراميدز اعتقد صرح بانه سيتقدم بشكوى ضد حسين الشحات، وهو حتى حسين الشحات اعتذر للشيبي بعد المباراه اعتذار وتم تصويره وتم بثه من خلال وسائط اعلاميه كتيره، وكان في وجود هاني سعيد اللي هو المدير الرياضي. لكن نرجع نقول ايه؟ ان حسين الشحات اعترف بخطأه، والنادي الاهلي اللي هو اللي بينتمي له حسين الشحات بادر بتوقيع العقوبه. فاذا يبقى النادي الاهلي قام بالدور بتاعه واللاعب اعتذر فعلا. وانا شفت من خلال اللقطات اللي اذيعت للقطه الاعتذار انه كان الشيبي خلاص موافق، انه يعني متقبل للاعتذار. لكن يبقى ان اتحاد الكره لو بيراميدز تقدم بالشكوى اكيد هيبقى فيه هيتخذ عقوبه ضد الشحات. بتعتقد وفقا للائحه ممكن تكون العقوبه شكلها ايه يا استاذ جمال؟ اكيد في اللائحه هتبقى ممكن ايقاف لعدد من المباريات. لكن اللي انا عايز اتوجه بيه للشيبي نفسه، الشيبي عمل بوست امبارح صعب جدا. يعني انت تقبلت العقوبه، وانت قبل كده كان لك مواقف في لقاءين سابقين دلوقتي لبيراميدز والاهلي، كان له مواقف ده في السوبر استفزازيه. يعني بالحقيقه يعني هتقول لي ان دي معلمه وكره قدم وبتاع، لا برضو يعني ممكن اوافقك لكن الاستفزاز برضو في كره القدم قد يكون يؤدي الكوارث من هذا النوع، خناقات ومشاكل. فاللي انا عايز اقوله انت تقبلت امام الناس، انت بقى طالع عامل بوست بتصور ان انت معرض للقتل ومؤدد يعني برضو انا مش متفق مع المبالغه، لان دي بتحصل في ملاعب. بتكلم على ان طبعا تهديدات بتوصل لتهديد مستقبله الكروي. ما احنا ده اللي انا عايز اقوله، يعني ما انت مش بتلعب في الغابه، يعني اي حاجه لو ليك حق هتاخده، انت مش بتلعب في حته بعيد عن العالم. ومصر او الاتحاد المصري لكره القدم لا هتاخد حقك، يعني مش محتاجه ان انت تقول ان انت مهدد بكسر طاقك واكل عيشك. يعني الكلام اولا انت في منظومه في نادي بيراميدز منظومه محترمه هتجيب لك حقك، وايضا في اتحاد الكره المصري، وايضا النادي الاهلي نفسه ما هو ادان الواقعه بدليل ان هو يعني وقع عقوبه على اللاعب بتاعه. يعني اقصد ايه؟ لازم برضو اللعيبه تتعاون شويه، واخد بالك؟ لان الموضوع مش متاخد على انه خناقات يعني يا استاذ جمال احنا بنقول ربنا يصلح الحال. طبعا ان كان هناك استفزاز مثلا من لاعب جانب بيراميدز، او كان هناك خطا من جانب لاعب النادي الاهلي، احنا ما بنتمناش ابدا نشوف هذه الاحداث او المواقف، لان طبعا الرياضي في النهايه هو مثل اعلى لناس كتير جدا. انا كلامي والله بنتكلم ان حسين مش لاعب صغير ولا لاعب عادي بالنسبه لجمهور النادي الاهلي او بالنسبه لجمهور الكره المصريه. حتى لو عندك استفزازات من قبل اي لاعب بيلعبك، انت لازم يكون عندك ضبط نفس. طبعا امبارح الموقف بس انا بقى انا يعني برجع بقى تم تصويره بشكل مش لطيف. نتمنى ان اللعيبه يبقى مستواها في التعامل مع بعض ارقى واعلى. يعني خلاص طالما جه اعتذر هو غلط، وجه اعتذر وامام الجميع، فانت تقبلت وبعد كده اصدرت. يعني عايز اقول انه احنا طبعا ضد اي تجاوز من جميع الاطراف، ده اكيد.
لأننا في النهاية بنلعب رياضة. طيب قول لي يا أستاذ جمال، نعم.